يا أبا أسامة. نعم. هل لك أن تحدثنا بحقيقة ما كان بينكم وبين عمكم أبي العساكر سلطان؟ يا بني، ذلك أمر عفى عليه الزمان. لكننا يا جدي نود أن نعرف الحقيقة. حسنا، سأروي لكم ما كان. كانت الإمارة لعمي نصر، وفي عام 1491 اسمع يا مرشد. سمعا وطاعة أيها الأمير. أنت تعلم يا أخي أني لم أنجب ولدا أعهد إليه بالإمارة. نعم يا أخي، أمد الله في عمرك. أعلم يا مرشد أني قد عهدت بها إليك. هون عليك يا نصر، إني أسأل الله لك العافية. لقد حم الأجل يا أخي. إنك تعلم زهدي في الحياة وإقبالي على الجهاد والعمل للآخرة. أعلم ذلك يا أخي. إني أتركها لأخي أبي العساكر سلطان. بل تليها أنت. لا لا والله، ما وليتها ولأخرجن من الحياة كما دخلتها. إنها لأخي الأصغر سلطان. الله الله الرعية. والله إنها لأريحية ما بعدها، ولكن هذا جانب بسيط من الحقيقة التي نقرأها في الكتب. نعم، هناك ما هو أكبر. عمي سلطان لم يكن له هو الآخر ولد، فاتخذني ولدا وكان يثق بي ويكلفني بمهام كثيرة، وبقيت الأمور على هذا الحال إلى أن رزق الله عمي بولد في آخر عمره. وهنا بدأ عمي يتغير، وصار يعاملني أنا وأبي معاملة سيئة، وهضمنا بعض حقوقنا إلى أن توفي والدي. عندئذ أما أين أنت يا أسامة؟ أنا هنا يا عمة. اسمعني جيدا يا أسامة. قل يا عمة. يبدو أن هذا الحصن، بل هذه الإمارة، لم تعد تتسع لك، وإني أرى أن تخرج منها. وحقوقنا يا عم؟ ليس لك عندي شيء. وحق العمومة؟ قلت لك ما قلت، أمهلك 3 أيام، وإلا وإلا ماذا؟ وإلا حملتك على ما هو أشد. حسبي الله ونعم الوكيل. يا له من ناكر الجميل. بل قولي عفى الله عنه. نعم عفى الله عنه، ولكننا نتحدث عما كان، وقد ظلمك عمك ظلما شديدا. سامحه الله. أصحيح أنك دعوت عليهم لما خرجت أنت وعيالك؟ نعم. دعوة مظلوم. لقد دمر الزلزال القلعة وجعلها أثرا بعد عين، ولم يبقى من عشيرتي فيها أحد، فقد نجوت أنا وإخوتي وامرأة عمي.